انا اول مره اظن سنه 74 طبعا ما كنتش عارف اسمه الحقيقي، كنا بنتعامل باسم حرك يعني اللي هو كان هو كان حمدي لسه بقوله، وانا كان اسمي عبد المجيد. و كنا يعني مش عارفين بعض، انا ما عرفتوش بشكل طبيعي الا بعد ما اتجوز ليلى سوف، ورحت زرته وكنت مستعجب وعمال اضحك انه لابس روب، يعني روب كده محترم وبتاع. انا طبعا عمري ما شفته غير الكوتشي زمان، الكوتشي ولما يقلع الكوتشي لازم يقلعه في البلكونه عشان البيت كله ما يحصلش فيه مشاكل. بيتهم كان في حد من اصحابنا بيسميه بيت الحريه الكبرى، يعني البيت كنت بتلاقي فيه يعني بيت سيف طبعا، يعني كان في درجه حريه في رايي مزعجه لاهلي، ما اعرفش ده كان بيستحملوها ازاي. كان اي على نفس الصياغه، ما شفتش اوضه ثانيه، لكن كان اي حد جاي في سفر من حته لحته ومش لاقي بيات بيروح يبات من غير ما يستاذن، اي حد محتاج اكل بيجي ياكل الاكل اللي موجود، ممكن يبقى مفيش اكل يجيب هو اكل، حاجات من النوع ده. ما بقاش في درجه من النظام غير مع ولاده علاء، وكانت الحقيقه في اوضه علاء بس، يعني كانت اوضه علاء، ما يعني مش معقوله مش البيبي مش هلاقي مكان ينام فيه، لكن غير كده كان البيت فعلا مفتوح لاستقبال الناس الى ما لا حدود. مش هنسى لسيف كانش عارفني، يعني مجرد قعد معايا في المركز كده واتكلمنا انت منين وفين وبتاع، وعرف الخريطه، وتاني يوم قال لي وراك ايه بكره؟ قلت له ما وريش حاجه، قال لي طب انا عايزك معايا، خدني في عربيته اللي فات وطلعنا على فيصل، وعرفني على البيت عنده، عرفنا على ليلى علاء ومنى وسناء، وكان كان علاء في سناء؟ كان في سناء، كانت سناء اصغر من امينه كده، وكانت بتيجي المركز. مكتبه في نفس الشارع اللي فيه البيت، مسافه 200-300 كده، مكتب في الدور الارضي، فتح المكتب، مكتب اوضتين وصاله وحمام، وحته صغيره قبل الحمام كده فيها المطبخ، قال لي ده المطبخ، ده الحمام، الاوضه دي اوضه الدكتوره ليلى، الأوضة دي أوضتي، الصالة، المطبخ، الحمام مشترك، ده مفتاح مكتبي، وعارف إن أنا من الأقاليم ما عنديش مكتب، ده مفتاح مكتبي. فأنت فجأة حد فعلا يعني فعلا العلاقة بيني وبينه 48 ساعة 36 ساعة، ما يعرفنيش، ما يعرفش أي حاجة عندي، بيديني مفتاح مكتبه اللي فيه ثروة من الكتب، وهو مش عارف مين الشخص دوت، لمجرد إنه انه اب. اكتر الحاجات في سيف انه طول الوقت بيتعامل مع كل البشر انه ابوهم، ما كان بيعاملنا مشان بس يعني بابانا بقى، اللي هو انتوا كلتوا، انتوا شربتوا، انتوا بتعملوا ايه، طب يلا نروح نشوف الماتش، طيب انتوا خارجين فين، ما تاخدوني معاكم كده يعني، واحنا بقى لا ما تاكلش ده، طب اديني سيجاره ومش هقول لحد، لا مش هدي لك علشان كان تعبان كده يعني، اللي هو ما فيش، ما حسيتش دقيقه ان هو مش بابايا وما خلتنيش. في حاجات انا فوتها من سيف، بس اللي شفته منه مش هشوفه تاني، يعني في حاجات كتير تخليك ما تقدرش تمر على سيف كده مرور كرام، مش شخصيه عاديه يعني. برضو من ضمن الحاجات اللي اذتني قوي بقى شخصيا، يوم ما طلع من التعذيب ورحت ازوره ومسك علاء قدام، ده نظره انا ما انساهاش، كان موطي ومش عايز يبص في وشي، وقعد حاضن علاء، وانا عايز يعني ايه، عايزه يكلمني، ازيك يا سيف، اهلا وسهلا. انا فعلا خرجت من البيت قعدت اعيط في الشارع، بص انا تقديري ان سيف كان عنده مجموعه احلام، يعني طبعا
كان عنده حلم ان الثوره دي تنجح بشكل حقيقي، وكان مستعد يعمل عشانها اي حاجه. ومش هبالغ لو قلت انه كان بيشتغل عشان اليوم بتاع 25 دوت يتحقق. ومش هنسى في يوم في مره من المرات كلنا كان عندنا احباط انه بعد كفايه بقى والحريه الان ما انهزموا، ما كناش خلاص يعني ان الحركه السياسيه انهزمت ومعركه التوريث بدات. مش هنسى سيف وهو بيقول لي التوريث مش هيعدي. هو كان عنده قناعه ان معركه التوريث مش هتعدي، وعنده قناعه انه اللي بيحصل ده احنا زي قطعه الميكانو، كل يوم بتركب في الصوره قطعه والصوره هتتكون. انا شخصيا كنت محظوظ ان انا اشتغلت معاه عدد من القضايا، وقد ايه كان بيقدر يشجعك ويحمسك، وهو بصراحه كان عنده طاقه جباره على ان هو يقعد ساعات عمل متواصله كتيره جدا، وازاي يخرج كل الطاقه الايجابيه اللي عندك ببساطه شديده وبسلاسه من غير ما يتعبك، من غير ما يحسسك ان هو بيضغط عليك، بس انت تبقى حابب ان انت تشتغل معاه، هو قاعد معاك، وبالتالي تبقى حابب ان انت قاعد انت كمان تشتغل وتكمل وتواصل. وبعدين تلاقي في الجلسه اقول لك بقى اتفضل اترافع، مش انا اللي هترافع. سيف كان دايما بيحط نفسه في موقف المحامي مش القاضي. في الوقت ده كان سيف لسه مش محامي، يعني سيف درس المحاماه، ما اتحبس 5 سنين في القضيه بتاعه التنظيم وقرر انه يستفيد بيها. كان عنده فرصه انه يهرب، كان وقتها ليلى بتدرس فرنسا وكان عنده فرصه انه يهرب، ورفض انه يهرب وفضل انه ياخد حكم حتى لو حكم تقيل في بلده يخرج يعيش فيها، لانه هرب هيهرب على طول. واستغل ال5 سنين دي، هو كان يعني خريج سياسه واقتصاد، استغل ال5 سنين بتاعه السجن انه يدرس حقوق، ويمكن يبقى ده اكثر قرار موفق خده في حياته كلها، لان هو سيف فعلا دايما في وضع المحامي، هو ما بيتهمش اللي قدامه، بيلتمس له الاعذار حتى لو اللي قدامه ده عمل حاجات استفزية جدا وواضح ان هي نصب. بيدافع عن كل مسجون هذه السلطة بتظلمه، حتى ولو كان مختلف معه سياسيا. حتى سيف اتقال معه عنه خلية اخوانية نايمة، واتقال عليه انه طابور خامس، واتقال عليه انه اتجنن، ان الكلام اللي بيقوله سيف دوت جنان. النهارده بقى الكلام اللي بيقوله سيف هو العاقل وهو الحقيقي وهو اللي حاصل، وبداوا اللي كانوا بيقولوا عليه انه دي تصرفات مجانين ومش عارف ايه، بداوا كمان هم جزء كبير منهم على الاقل لا بيراجعوا بيراجعوا مواقفهم، وهو كان عنده رؤيه على الاقل فيما يتعلق بالمساجد. هشام مبارك مكان للي ملوش مكان بجد، يعني احنا افتكرنا كده، ما اعرفش يمكن بقى خالد يقول على خالد وطاهر يقولوا على حاجات تانية كتير استضافوها، يعني استضاف لجنه دعم الانتفاضة، استضاف لجنه تنسيقيه، استضاف لجنه الدفاع عن الحق في الصحه، وكان يعني تاني الحمله الشعبيه للتغيير اللي هي كانت بشعار الحريه الان، الحمله الشعبيه للتغيير، الحمله الشعبيه للتغيير الحريه الان. بالنسبه لي كان الدنيا مكان اكثر امنا هو فيها، ده حقيقي. يعني انا رفضت على فكره اتكلم عن سيف دايما علشان عارفه ان في مناطق هيبقى صعب، مش بس بيته، بيته وهشام مبارك وجود دعم قانوني وانساني دائم، خلاص حتى نتكلم بقى. الرسالة اللي أنا عايز أقولها، اللي أنا بستخلصها من مشهد العزاء ومشهد الجنازة، إن البني آدمين لما بتعمل بصدق وبتعمل من أجل مبدأ هي مقتنعة بيه ومؤمنة بيه، يقيناً ده بيوصل وما بتنسيش. سيف طاقة الحب الضخمة اللي كانت أحاطته هو نفسه في أيامه الأخيرة وفي مشاهده الأخيرة من الحياة، بتقول إن اللي عمله أكيد
هو ده التمن اللي كان بينتظره منه. كمان دي رسالة لينا احنا بقى كمحامين تلاميذه بالمذكر والمؤنث، ان اكيد لما بتبذل مجهود بجد وبتخلص في شغلك بجد اكيد هتحقق مكسب اهم بكتير قوي من ان انت تجري ورا كادر كاميرا او كادر تلفزيوني او كادر او صوره في جورنان. يقينا في الاخر هتلاقي نفسك مع التواصل في العمل الجاد ومع الاصرار على ان انت تشتغل بشكل جد فعلا، هتلاقي نفسك انت الاضواء والكاميرات وكل ده هو اللي بيجري وراك. سيف، انت خايفه على مستقبلك؟ خالص لا، انا سيف مستقبلي المهني انا خلاص عندي بيزكس ماشي عليها وعندي مبادئ وصاحب المبادئ ما بينهارش، ومهما كان الضغط اللي هنتعرض له احنا هنكمل لحد اخر يوم في حياتنا، علشان عندنا اكزامبل كمل لاخر يوم في حياته وصنع مننا كتير. عدد المقاومه اللي زادت دي زادت بسبب ناس زي سيف، فاقل حاجه نقدر نعملها ان احنا نبقى زيه ونكمل. يعني الناس اللي بتموت كل يوم والناس بتعذب كل يوم ديتها هيحصل لنا ايه يعني؟ كمل بيحصل. ف هخاف لو بطلت، لو قعدت في البيت، لو ما عملتش حاجه، لو ما كملتش هخاف، استاهل الخوف. انما طول ما احنا بنقاوم لا ما نستاهلش الخوف.